شي حزين على فقدان المقهى البرلماني، لأنه أولاً حجز مقاعد في قلوب المغاربة وفي قلوب ساكنة إقليم قليمي وجهة قليم مدنون، ولكن الحزن ديالي الأساس ديالي هو على أنه اليوم شهدنا في قليمي مذبحة ديال الديمقراطية. كيفاش يعقل على أن هذه المدينة الفريدة من نوعها والجهة الفريدة من نوعها هي الوحيدة التي لم تعلن عن نتائج الاقتراع ديال يوم أمس حتى حدود هذه اللحظة؟ يالله قالوا النتائج، كيف يعقل أن بعض الصناديق ما جات من بعض أماكن التصويت ومكاتب التصويت حتى الساعة 8 ليلا؟ كاين بعض القياد ومنهم ما خصو بالذكر القائد ديال تغاجيشت اللي امتنع عن تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب السياسية باش يديروا بهم اللي بغاو، راهم داروا فيهم اللي بغاو، راهم زوروا وقادوا الأمور وداروا الملغات بزاف باش يقادوها ويفرشوها المرشح ديال حزب التجمع الوطني الأحرار. كيف يعقل على أن القياد البارحة ورجال السلطة ما كيسولوش في المكاتب إلا على بعيدة؟ واش بغاو عندي زعما؟ يعني علاش بالضبط أنا؟ علاش بالضبط مهتمين بيا أنا؟ يعني كثرة الحب ديالهم ليا ولا كيفاش؟ هنا هناك تساؤلات كثيرة جدا تطرح اليوم، وكنطرحها بحزن لأنه آمنا بالديمقراطية وجينا. والحقيقة أنا النهار اللي جيت فكرت نترشح للبرلمان في قليمين كنت كنتكلم مع واحد السيد وقلت له ودي أنا ماني خايف من المواطنين والمواطنات ما يعطوني ثقتهم، أنا واثق منهم غادي يصوتوا عليا، ولكن أنا خايف مسألة واحدة هو السيد الولي، وكان أحد السيد في محلي سبحان الله، لأني أدرك جيدا على أن هذا الولي ما غادي يخليني ننجح، واليوم ثبتت بالملموس على أنه ما باغيني، باغي أصحابه وباغي يسلم الأمور اللي أنا ما نفهمها، ولكن كنقول له هنيئا لك، لقد زورت ودخلت التاريخ من باب الواسع، ودرت لنا وعدت لنا التجربة ديال دريس البصري، أيامات قلنا على المغرب قطع معها، اليوم كتعيش هذه الجهة الفريدة وهذه المدينة الفريدة من نوعها. كنقول لك السيد الوالي إلى حيدتي لي المقعد ما غاديش تحيد لي حب المواطنين داخل هذا الإقليم وداخل هذه الجهة اللي منحوني 16000 صوت و165 صوت، هذا طبعا بعد الخصم اللي درته انت، شكرا على الخصم، وما غاديش يبقى فيا المقعد البرلماني لانه الحمد لله كسبنا حب هذه الناس وعطاتنا هذه الاصوات الكبيره جدا بلا 200 درهم ولا 300 ولا 400 ولا زرده ولا صداع ولا والو، الخطاب والوضوح والتواصل، والنهار الاول قلنا لهم زيرو درهم، اليوم هاتيا كنقول لكم هنيئا لكم. واليوم كنت أسف بزاف وكنت أسف للساكنة لأنني ما قدرش نمثل صوتها ونرفع صوتها في البرلمان، ولكن كان وعد على أنه غادي نبقى دائما ندافع عليها وغادي نبقى دائما ندافع على جميع المغاربة في مكانه، وغادي تبقى الهموم ديالي والهواجس ديالي هي أن نشوفوا وطن ما فيش هاد الأمثال ديال رجالات السلطة، ما فيش هاد الأمثال ديال هاد المسؤولين اللي كيضربوا الديمقراطية واللي كيعيدوا بناء تصورات اللي المغاربة مشاو عنها وصافي قلنا عنا مشينا عنها. اليوم تيا ما وقع في قليمين يعيدنا إلى الوراء، وكنقول وكنأكد على أنه الناس اللي جات راه خرجت بها المحبة ديالنا وجات ضامنات معنا، هذيك ناس صوتات علينا والناس كتحبنا وجات عنا، وملي شفنا شي عناصر اندست داخل هذيك الوقفة السلمية راه دخلنا للمقر ديال حزب الاستقلال واعتصمنا فيه ومارسنا حقنا الديمقراطي، وما كاين لاش نتصادم ولا مع البوليس ولا مع القوات المساعدة، لأن هادو أبنائنا كنحترمهم ولهم منا كل تقدير والاحترام، وملي شفنا مع الصباح جينا للولاية وشفنا الإنزال الكبير الأمني فهمنا باللي أن هناك شيء ما يطبخ، اللبيب بالإشارة يفهم، لو كانت الديمقراطية والنتائج عادية لاش غادي تجيب يعني تجيب تزيد تفرسي من إفني وتجيب من هنا وتجيب من هنا وتجيب قوات الأمن وتوقفهم قدام الولاية، دونك هي كلك شوز كي كلوش، يعني أنت كدير شي حاجة ما هيش قانونية ما هيش ديمقراطية. علاش المحاضر ما جاوش؟ زرقطوني اللي حدانهم في قليمين المحاضر ديالها ما جات حتى السبعة ونص، بحال جاية من زرقطوني في كازا، إذا كانت جاية من شارع زرقطوني في كازا اللي تعود لحقت على كرايها، ولكن غير من هنا ما جابوهاش، حيدوا لنا ما يقرب من 1000 ولا 1200 صوت غير في الملغات. اذا اش بغيتوا منا؟ اش بغيت السيد الوالي منا؟
اش نقولوا هنا كاع النهار الاول اللي جينا نحطوا الترشيح ديالنا قلنا اسمح لي يا سي بوعيده راه ما بغينا راه عاديه جدا راه ما ماشي عزيز علينا الانتخابات ولا كنعشقوها راه جينا باش نمارسوا حقنا الديمقراطي وجينا باش ندافعوا المواطنين كان عليكم تختصروا معنا الطريق وانتوا كما كيقولوا المصريين خذها من قصيره وقلنا سيرها فيها رجع لمراكش وراه غادي نرجعوا لمراكش ما كاين حتى مشكل غادي نرجعوا للجامعه وغادي نساهموا في بناء العقول ديال المواطنين المغاربه وحتى ما يكونوش مسؤولين بحالكم وغادي نساهموا في التنوير وغادي نبقاو على الخطه ديالنا كنشكر من هذا المنبر هذا قبل ان اغادر الى مدينه مراكش كل الساكنه ديال الاقليم اللي صوتات علينا واللي ما صوتات علينا كنشكر كل غيوري اللي تضامنوا معايا كنشكر كل المغاربه الشرفاء اللي اليوم هي وهاد الليله منزلي الصوره ديالي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كنشكر الاعلاميين والصحفيين اللي تطرقوا ليا في مجموعه من المداخلات ديالهم او الحوارات ديالهم او الكتابات ديالهم عبر في تدويناتهم في صفحاتهم الشخصيه كنشكر الجميع وكنقول لكم اسمحوا لي الخطا ماشي فيا ولكن للاسف بغينا نخدموا ولكن ما خلاونا ضربونا في الجهه ودوزناها وقلنا ما كاين مشكل هضمناها وضربونا دابا في البرلمان ما عرفش الله اعلم ما عرفش ديالهم كنتكلم بكل حسره وكنقول لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل